السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا العيش الفلاحي بنص كيلو دقيق، طلع بالظبط 4 ترغفة وبرده كبير وزي الفل. بصوا، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص العيش جميل ازاي. بص هو ده سخن لسه بس حلو. بص الرغيف جميل، الله اكبر، وكبير والله جميل. ادي واحد، بصي، وادي كمان واحد، وصغير كبير زي ما انت عايزه. ودي برضو واحد، بقى بالظبط طلعوا لنا 4 ترغيف. بصي ان شاء الله، 1 2 2 3 4. بصي كلهم طراي وزي الفل، بتحطيهم في شنطة ويبقوا، بصي، ملبن ملبن. بصي 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 الرغيف عامل ازاي. بصي ملبن والله جميل والله. بصي ما تخبزي في البيت احسن، العيش بيبقى زي الفل وجميل وزي الفل اهو. احلى عيش بنص كيلو دقيق، عملنا 4 ترغيف والله جميل فعلا. تنطلق عليه الاغنيه بتاع جميل جميل بتاعت فريد الاطرش، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. شفتوا حاجة جميلة وتغني للعيش بتاعك ايه يعني، حاجة حلوة ما شاء الله. بألف أنا وشفا يا رب للي ياكل، وفرصة سعيدة دايما ودايما أبقى عند حسن ظنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.